250 متر بأقل مقدم 10% وأنظمة سداد مختلفة. تمتع بالرفاهية والراحة. قومي يا ريهام اعملي لنا شاي. يا بابا الفيلم هيفوتني. قومي بطلي كسل هزي كوعك اعملي لأبوك كوباية شاي. يوه كل شوية ريهام مفيش غير ريهام. ما انا هتفتح بيت ازاي الخايبة دي؟ عمرك أطول من عمري والله يا ابن حلال. كنت عايزة أكلمك كده في موضوع مهم يعني. يا أختي بتوشوشيني ليه؟ ما أنت بقك في ودني أصلا طول ما إحنا قاعدين. قولي. في ناس اتكلموا على بنتك. بنتي؟ قطع لسان اللي يتكلم على بنتي. مين اللي يتكلم على بنتي؟ وأنت فرحانة ليه كده وهم بيتكلموا على البنت؟ ما تفهم يا راجل. بنتك جالها عريس. عريس؟ يعني ياخد البنت ويمشي؟ والبيت يفضي علينا؟ قشطة أنا موافق. موافق ده إيه؟ إزاي يعني؟ مش لازم نشوفه الأول ونسأل عليه ويجي كده ونقعد ونتشرط ونتأمر؟ ونقعد بضمير الجمع كلنا نقعد فين؟ ده أنا بقالي 4 أسابيع بحلم من نفرد رجلي في الشقة هنا حسب لا تكسري النجفة. تعالي بقول لك إيه؟ إحنا نعمل كونفرنس كول على الضيق ها؟ سكايب كده مع بعضينا ونقرا الفاتحة يلا سمعينا زغروطة. يا خراشي؟ سكايب؟ لا طبعًا. لازم يجي يطلب البت من بيت ابوها ويجي هو وابوه وامه واخواته واخواله وعمامه وكل الشارع. دي وحيده امال انا هعمل لها حته ليله يضحكوا عنها اهل العريس. بس في مشكله. ايوه البيت. الحمد لله انا قلت اتجننت. كويس انك قلتيها. البيت. البيت عايز يتشد. يتشد يتشد ايه؟ عايز يتمط يا ماما. يتشد ازاي يعني؟ ما تخافش دي كلها حاجات بسيطة بس لازم نعملها قبل ما الضيوف يجوا يزورونا. يعني عندك الصالة دي مثلا محتاجة وش نظاف. حلو. ريهام كانت جايبة ايه؟ علبة مونوكير ابيض كده بفرشة ظريف جدا. ادوبك الحيطة اصلا مش هتحتاج كتير اجيبها لك انا. النجفة. النجفة دي مش نافعة خلاص. ما انا قلت 50 مرة يا اخوانا نجفة بالحجم ده في بيت بالحجم ده مش نافع. يعني انا بخبط فيها وانا قاعد مش وانا واقف. انا جاي رجرجة في المخ من النجفة. لا النجفة دي بلاش منها. الحمد لله ربنا يكملك بعقلك. احنا نعمل بقى ايه؟ السقف الساقط جبسون بورد ونعمل بيت النور في السقف. ودي الكنبة دي اتهرت ما بقتش نافع. احنا نطلع على دمياط نجيب لنا حتة مدهب بقى ايه قيمة كده شيك وتشرف. وترابيزة صفر 12 كرسي كده مقنقطة كده مقنقطة قطقوطة كده صغنونة عشان طبعا عشان العريس واللي معاه. مال هياكلوا فين يعني يا عبد؟ هياكلوا فين؟ لا لا ياكلوا على 12 كرسي طبعا. امال ياكلوا ايه؟ ياكلوا وشنا؟ لا بلاش نيش. ليه اخص عليك ده انا بحبه قوي طعمه جميل. انا كنت هجيب 4 اعلقهم كده. لا لا بص احنا كفايه اول بوفيه ويلا بقى هم مؤقتا على قد لحافك مد رجليك. والله انا كنت بحلم بالموضوع ده. بانك تجيب نيش؟ لا ان امد رجلي اساسا في الشقه هنا. بمناسبه رجليك انا مش عجباني الستاير دي انا لازم اغيرها. انا هجيب اللي هي ايه الطبقات اللي فوق بعض 3 واحده بلاك اوت وواحده اورجانزا واحدة شيفون. ونعمل بيت للستاير عشان البرقع. لا طبعا لازم البرقع لازم له بيت. احنا مش مهم البيت عندنا خلاص. يعني اقول لك بقى بدام رحنا على دمياط يبقى نحقق طموحاتنا واحلامنا كلها. عايزين نفرح بقى. هنفرح امتى بقى؟ هنفرح امتى؟ نفسك في ايه قول؟ انا نفسي اجيب بقى ايه كرسي هزاز والليزي بوي. ايوه واجيب هنا نافوره رخام كده ايه سامبوكسة ونعمل بقى الحته دي كده جاكوزي ونلغي الحمام خالص ونحط فيه السفره ال 12 كرسي عشان ايه يا ام ريهام؟ ايه يا ام ريهام الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اللي عاوز يجي يقعد معانا هنا يجي على وضعنا. عمر ما الحاجات دي ما كانت بتفرق في البيوت. اهم حاجه في البيت الراحه. مفيش اجمل من البساطه. والكرانيش تبقى في البيت كله داير ما يدور. اللي انت عارف البيت اللي من غير كرانيش زي السكر من غير سنترافيش. انا مألفها دلوقتي بس هي معروفه. زي ما تحب يا عم. والارضيه كلها باركيه مسمار حلفة وفلصة. والعلفة قبل الفلصة. هي ايه الفلصة دي؟ انت عالفة ولا بتقول اي كلام؟ والله اللي تشوفوه. والحيطان كلها تتجلد خشب. زان كلها تتجلد خشب. زان بس موضوع تجليد الخشب ده يعني مش هيضيق البيت شوية؟ ليه يا حبيبي هو البيت ضيق؟ شوية بس ده برضو بيتها واعملوا اللي يريحك. الولد ده محترم وانا حبيته ودخل قلبي. بص يا ابني احنا نقرا الفاتحه دلوقتي ونلبس دبل 5 دقايق نلبس الشبكه نكتب الكتاب والدخلة الخميس الجاي. خميس؟ وهو يعني البيت هيلحق يخلص قبل الخميس يا عم؟ يا حبيبي مش مهم البيت يخلص المهم انا اخلص. انت منورنا. بعدين انا شايف انت جايب اخوك الصغير وجايب ناس تقريبا مش قرايبك خالص. امال فين بابا وماما والحاج عصام الله يرحمه والناس دي ما جوش معاك ينورونا ليه؟ ما عرفوش يطلعوا السلم.
بس انا قلت يعني مش عايز اضيق. لا لا تضيق ايه، ده البيت يسع من حبايب الف يا راجل. بص بقى، خير البر عاجله. صح يا عم، وانا برضو بقول يعني البيت مش محتاج اي توضيب، ده هو لطيف كده. بس نعمل بس كورنر للبيبي كده جنب التلاجة بعدين بقى. هو انا اوضتي فين؟ اوضتك. انتي كلب عاملي زحمة، انتي مجرمة خنوقي جدو، ايسي كلاتي فالا. ياه والله عيشتكم معانا مالت علينا البيت. النجفة دي.